شايفين هذا المبنى؟ في كل بيت فيه إلنا قصة. خلينا نحكي لكم قصة رزق. أم سامي عاملة جمعة أصحاب ببيتها، ولكن مشكلة كبيرة واجهتها وبتحتاج لحل إلها. أم سامي بتعرف إنه أبطال رزق دايماً جاهزين لمساعدتها. حددت عنوان البيت ووقت حاجتها للخدمة وتفاصيلها، واقترحت ميزانية تناسبها. أبطالنا أرسلوا لأم سامي عروض أسعار لتختار منها، والمهمة هيك بتكون تمت بنجاح. واستقبلت أم سامي ضيوفها وبالها مرتاح. سارة عم بتحضر نفسها لعرض صديقتها، ولكن يبدو إنها تتأخر شوي. سارة، بدك مساعدتنا؟ سارة أرسلت تفاصيل المهمة من خلال رسالة صوتية على تطبيقنا، وبعد شوي خبيرة التجميل أرسلت لسارة عرض سعر بيناسب سنوات خبرتها. سارة وافقت على العرض والجميع كان سعيد بالنتيجة، أو خلينا نحكي تقريباً الجميع. اليوم دور علي ليدرس أولاده. اختار علي من العروض اللي وصلته وقام التطبيق بحجز المبلغ للأستاذ إلى حين الانتهاء من تقديم خدمته. ويا سلام كيف مندمجين ومتحمسين يتعلموا. بس دقيقة، هذا مش علي، هذا الأستاذ بطل من أبطال رزق، وهذا علي. هدفنا نقدم لكم أفضل الخدمات، وكذلك نوفر لأبطالنا بيئة عمل مشجعة. سواء كنت بتحتاج لرعاية صحية منزلية، أو تدهن باب بيتك، أو تزرع حديقتك، أبطال رزق دايماً موجودين لمساعدتك.